ممكن تقول لنا هيستروجرام في التي بي؟ ايوه، بعد كده زي قلت لك بقى عملته بالصدفه. ممكن تقول لنا الانتي تيوبركلس دراجز اسمه ومشكلته ايه؟ ايوه مشكلته؟ لا ايوه مشكلته؟ كم الحرف بنطلع كل حاجه؟ يبقى فيجوال ديستربنس. ايه؟ لا احنا قلنا ده مش طبيعي. ايزونايزر ده ايه بقى؟ نيورايتس باينري زيناميد ده كتبناه كان بيعمل ايه؟ بين جوينت بين وريفامبيسين بيبقى هيباتو توكسيك. النهارده بقى هناخد اللي هو السيكشوال ترانسميتد ديزيزز، ده موضوع صغير مش كبير اللي احنا هنخلصه النهارده. تفتح لي صفحه كام؟ 22. سايتس اوف جونوريا اند كلاميديا، ده سؤال بيساله الدكتور سعيد ثابت. جونوريا وكلاميديا ايه الاماكن اللي بيجوا فيها؟ دولت اورجانيزمز خوافه. يعني ايه خوافه؟ يعني بتحب تدمر كولامنر ايبيثيليوم ترانزيشن بس ما تقدرش على ستراتيفايد سكويمز. يعني تروح كولامنر تروح ترانزيشنال بس ما تقدرش على ستراتيفايد سكويمز. حسم الرسمه وطلع لك السايز بتاعتها. ادي الرحم كده، ادي عنق الرحم، ادي الفاجينا، ادي البلادر، يوريتر كيدني، تيوب اوفري، ريكتم. في تو جلاند هرسمهم دلوقتي، هتعرف الجلاند دي اسمها ايه؟ على جناب الفاجينا اسمها باركلين جلاند. بس في اول مره ناخد الجلاند دي على جناب الاريثرا اسمها سكينز جلاند، اس كي اي ان اي ابوستروفيس، اسمها سكينز جلاند. يبقى انا دلوقتي عندي في الرسمه اللي قدامك دي في تو جلاند، واحده على جناب الفاجينا اسمها باركلين، واحدة على جناب اليوريثرا اسمها سكينز. دكتور سعيد ثابت بقى ما بيقسمهاش زي بقية الخلق، لا. يعني دكتور سعيد ثابت يقول لك ايه؟ تحت السلم، السلم ايه؟ داون ستيرز واب ستيرز سايتس. في الكتاب الاسم مكتوبة برايمري وسكندري سايتس. هو بيقول لك البرايمري اسمها داون ستيرز واب ستيرز سايتس. الكتاب الاسم مكتوبه برايمري وسكندري سايتس. هو بيقول لك البرايمري اسمها داون ستيرز. يعني سالك في الامتحان قال لك مين هم الداون ستيرز سايت؟ اللي هي تحت السلم تحت الانتاج الاس. امال سكندري اب ستيرز ما بيسالهاش زي بقيه الناس يعني. طيب ايه البرايمري سايت بقى؟ ايه الثلاث اماكن اللي بتعشقهم الجونوريا والكلاميديا؟ هعمل نجمه هنا، فين ده؟ اندو سيركس، وهنا مين دي؟ باتلنج، ودي يوريترا مع سكينز جلاند، واعمل بينهم خط هيطلع لي ايه؟ تراينجل. التراينجل ده اسم العالم اللي اكتشفه اسمه سانجرز، راحوا مسمينه سانجرز تراينجل. يبقى سانجرز تراينجل سانجرز تراينجل ده بيتكون من ثلاث اماكن اللي هما ايه؟ اندو سيرفايكال جلاند، باركلين جلاند، يوريترا وسكينز جلاند. اكتبهم يبقى البرايمري سايتس ثلاثة.
Bartlin gland, endocervical gland, urethra, وSkin's gland. نيجي للسكندري، بس السكندري أفظع. يعني عارف إذا كان الإنفكشن تحت الإنتنة القصوى مفيش قلق. وانس عدى الإنتنة القصوى تلاقي الموضوع زي ده. حاملهم بلون تاني بالأحمر. دخل على دي بقى سيستايتس هنا. بايلونيفرايتس هنا. إندوميترايتس. ليه ترانزيت؟ ليه دايما الإندوميترايتس ترانزيت؟ عشان بيحصل شيلينج. بي اي دي. بروكتايتس يبقى الحمر دول اللي هكتبهم اللي هما اب ستيرز اللي هو فوق الانتنا الأصل. بيعملوني واحد سيستايتس، اثنين بايلو نيفرايتس، ثلاثة ترانزينت اندوميترايتس، بي اي دي اللي هو بلبيك انفلاماتوري ديزيز، اخر حاجة بروكتايتس. دول اسمهم ساكند ريسارس ودول افظع. يعني البي اي دي دي بتدمر الفيرتيلتي الحصة اللي فاتت. نيجي بقى لاخر سايت اسمها تيرش اللي بيسموها disseminated. يعني ايه disseminated؟ تروح اماكن بعيده بقى، تروح البرين تعمل meningitis. يبقى دي امثله meningitis، dermatitis، conjunctivitis. دي disseminated ودي اخطر. مين اللي بيعمل disseminated؟ جونوريا ولا كلاميديا؟ جونوريا فقط. يعني مش حد يحط لي كلاميديا في disseminated سايت. هعيدهم بس بسرعه كده. قلنا primary سايت على رسمه تفكروا معايا. Endocervical, Bartlin end, Skin's gland مع اليوريثرا. Secondary, Cystitis, Pyelonephritis, Transient endometritis, PID, Proctitis. Tertiary, بيمشي في الدم. تروح للبرين تعمل meningitis, dermatitis, conjunctivitis. أي مكان بعيد. ودي أخطرهم. ومين اللي بتعملها؟ جونوريا ولا الكلاميديا؟ اللي إيه؟ الجونوريا. تعالى بقى نعمل مقارنة دلوقتي بجدول وهنتفق على حاجة. كل ما أخلص حاجة عشان حد يقولها لي. هي حلاوه الانفكشن سماحه في الحس. يعني النهارده كل ايتم هخلصه امسح واسمع. امسك الجدول اللي عندك بقى بين ثلاثه اورجانيزمز اللي هم مين بقى؟ جونوريا وكلاميديا. ولغايه دلوقتي ولا واحد من ثلاثه جه تحليلي، ولا واحد. يعني احتمال السنه دي يجوا لك سؤال فيهم. اول موضوع جونوريا، ثاني موضوع كلاميديا، ثالث موضوع سيفلس. هو ليه سيفلس قبل الانفكشن؟ يعني ما سمعناش على الصغير ده خلاص. طلع ان ليه حقنه واحده العيله بتاخدها اسمها بنسلين. بتخفي تماما، يعني فيري سنسيتيف للبنسلين، وده متوفر في اي مكان. عشان كده السيفلس ما بقاش ظاهر زي زمان. جونوريا نكتب فوقيها. دي تعتبر الكومنست ريبورتد سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. يعني الكومنست سيكشوال ترانسميتد ديزيز هي مين؟ اسمه سيلان جونوريا. أمال الكلاميديا second common reported sexually transmitted disease. وقلنا السيفلس حصل فيه ايه؟ قال تعالى بقى نقارن بين التلاتة. اتفقنا اخلص الحاجة هتروح. ناخد الأورجانيزم بالعرض كده. كان الأورجانيزم هنا كان اسمه ايه؟ فكرك في البكتيريا زمان. نايسيريا جونو كوكاي. يعني بيسموها كده نايسيريا جونو كوكاي. أمال هنا كلاميديا تراكوماتس. خطوها في الرمض. كلاميديا تراكوماتس. أمال دي تريبونيما. تريبونيما تاليدم. كان سبايروكيتس. نشوف شكلها عامل ازاي. المنسيرة جونو كوكاي في صورة ملونة في كتاب الاسم عاملها لك كده. كلها شبه الكلى ولونها أحمر. يبقى جرام ايه؟ نيجاتيف. يبقى دي جرام نيجاتيف. حاولوا تركزوا عشان همسح واسمع. جرام نيجاتيف. ديبلوكو. يعني ديبلوكو؟ اتنينات اتنينات اهي الاتنين مع بعض اهوت. ديبلوكوكاي. جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. شكل الكليه يبقى ايه؟ كدني شيب. هل كلهم جوه الخلايا؟ لا، في جزء بره وجزء ايه؟ جوه. ده بيسموه مينلي انتراسيلير. على ايه؟ ستريكتلي انتراسيلير. كلمة ستريكت يعني ما بتخرجش بره الخلايا، جوه الخلايا. دي مينلي، ما قلتش ستريكتلي. ستريكتلي ده فايروس. انا عندي مينلي انترا ما تخافش منها، هي مدمره. لما بتاخد حقنة اسمها سيترايكوز الحقنة اللي بتوجع دي تختفي تماما. يعني فيري ديليكت. الحقنة اهو نخلص عليها. يبقى انا عندي تاني
تاني قبل ما اسمع قلت لك اسم ايه الاورجانيزم نايسيريا بونو كوكاي كان كلهم اتنينات يبقى ديبلوكوكاي كدني شيبد جرام نيجاتيف مينلي انتراسيلر وفيري ديجيتال نيجي دي بقى كلاميديا تركوماتس كنا بنقول زمان بكتيريا ولا فيروس هل هي بكتيريا هل هي فيروس صراحة في لغاية دلوقتي خناقة الناس تقول ايه بكتيريا والناس تقول ايه بقى دليلك انها بكتيريا ايه دليلك انها ايه فيروس بكتيريا اول حاجة بتنقسم انقسام ثنائي انتوا عارفين ان الفيروس بينقسم ازاي زمان كان يدخل خلايا ريبليكيت ويروح مفرقعها ويروح خلايا اخرى امال هنا دي بقولك بتنقسم انقسام ايه ثنائي اسمه بينيري فيشن يبقى دي اول حاجة انقسام ثنائي يبقى ماشية مع بكتيريا كنتوا خدتوا زمان الفيروس في دي ان ايه او ار ان ايه رايك ان فيها الاثنين مع بعض الفيروس دايما لا ده لا ده ما ينفعش الاثنين يعني دي ان ايه وار ان ايه مع بعض في نفس الوقت يبقى تمشي مع بكتيريا كنتوا خدتوا الفيروس زمان بتشوفوه بالالكترون مايكروسكوب كان حجمه بالمايكرو لا ده بيتشاف باللايت مايكروسكوب يبقى غالبا ايه بكتيريا اهو لايت الحته اللي جايه دي بقى بتخليني بصراحه اميل انها ايه؟ بكتيريا ريسبوند للانتي بايوتيك كودال المني يعني العلاج بتاعها تستجيب للتترا سايكل اسمه دوكسي سايكل يبقى ان هو ريسبوند تو انتي بايوتيك يبقى بصراحه بكتيريا طب ناس قالوا ليه فيروس بقى؟ ستريكتلي انترا سيلر يعني ما بتعيش غير جوه الخلايا ان والفيروس حقيقي ما بيقدرش يعيش غير جوه ستريكتلي انترست قول لي بقى انت هتستفيد ايه من دي؟ طلع ان انت هي بتبقى موجوده جوه الخلايا كده مش قلنا مين دي مين دي ستريكتلي خلاص يبقى ستريكتلي يعني بتقعد جوه الخلايا ما بتخرجش بيقول لك موجوده جوه الخلايا انت عشان تصبغها عارف بتصبغها بايه؟ حاجه اسمها فايتال ساين يعني ايه كلمه فايتال؟ حيويه تعدي من الممبرين وتصبغ لك دول يبقى لازم انهي نوع من الستين اسمها فايتال ستين يبقى الفايتال ستين دي تدخل وتصبغه تعمل انترا سيتوبلازميك انكلوجن ايه بادز تلاقي منقطه كده يبقى دليل انها ستريكتلي انترا سيلولار عمرها ما هتتصبغ الا اذا حطيت ايه فايتال والفايتال دي عدت من الميمبرين وصبغته من جوه يوم ما تيجي تزرعها هتتزرع على اي حته لا تيشو كالتشر تيشو يعني فيها ايه خلايا يبقى ده تاني دليل انها ستريكتلي انتراسيلولار يبقى ستريكتلي انتراسيلولار حاجتين فايتال ستين هتبقى انترا سيتوبلازم انكلوجن بادرز تيشو ايه كالشيوم هل هي بكتيريا ولا فيروس انت هتقول الاثنين هو اللي اختار في ناس تقول بكتيريا في ناس تقول ايه فيروس نيجي دي سبايروكيتس شكلها عامل ازاي هي ان ايروب موتايل احنا خدنا حاجه موتايل برضه تتحرك جيركي ترايكومونس دي برضه موتايل بس بتتحرك كده كورك سكرو تبتدي تلف كده قدامك تحت المرش خدتوها زمان في البكتيريا كانوا يقول لك ايه ضلم الاوضه وجه ضوء على السبيسمن اللي انت خدتها دي بيسموها دارك جراوند اليومينيشن يعني بديها نور اول ما اديها نور تبتدي ايه تلف يبقى انا عندي بشوفها ازاي حاجه اسمها دارك جراوند اليومينيشن تخليها تلف عيدهم تاني وحد يقول احنا قلنا هنا الاورجانيزم اسمه نايسيريا جونو كوكاي هنا كلاميديا تراكوماتس هنا تروبونيما باليدا هنا الاورجانيزم جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي كدني شيب مينلي انتراسيلولار فيري ترك اللي هيقول دي بكتيريا ولا فيروس بكتيريا بتنقسم انقسام ثنائي فيها دي ان اي وار ان اي ات ذا سيم تايم بتشاف باللايت مايكروسكوب بتريسبوند للانتي بايوتيك امال دي ستريكتلي انتراسيلولار فبيقول لك فايتال ستين تصبغها تعمل انترا سيتوبلازم انكلوجن بادرز وتتزرع على اني كالتشر تيشو دي بقى تروبونيما باليدا بتتحرك حركه مشهوره جدا اسمها كوركسكرو بس لازم تدي ضوء عليها اسمه دارك جراوند اليومينيشن وما تنساش ان هو دي اني روبيك موتايل سبايروكيتس اهو انا قلت كل واحده هتتسمع ممكن واحد يقول لك انا اسمع واخلص بدل ما يجي اعلى كل شويه الموضوع هيعلى حد يحب يقولهم ويخلص بدل مشاور بدل ما بعد شويه تدخل بقى على حاجات اعلى جونوريا كنت بقولها اسمها ايه ده بروجريس جونوكوكاي جرام نيجاتيف
فيرنج طب دي ممتاز بكتيريا ولا فيروس انتي بقى دي اهم حاجه في حاجتين مع بعض كان في ار ان اي وي بتتشاف ازاي امال الفيروس اعمل ايه بقى عشان اشوفها ممتاز اشوف انتر سيتوبلازم انكلوجن بودز او ازرعها على طيب دي اسمها دارك جراوند اليومينيشن مود اوف ترانسميشن التلاته ايه سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز يبقى التلاته سيكشوالي طب في حاجه اسمها نون سيكشوال نون سيكشوال يعني ايه خدتوها في الرمض البيبي لما يعدي في الفاجينا وهو بيتولد بياخد الانفكشن ويجيله حاجه اسمها اوفثالميا يوناتور يبقى هنا اهوت ما تنساش ثرو بيرث كانال البيبي يجيله اوفثالميا نيوناتورم طب هنا البيبي اذا عدى برضه من البيرث كانال هنا اذا عدى من البيرث كانال هيجيله حاجتين حاجه هبله اسمها انكلوجن كونجنكتيفايتس مش تراكوما بيعمل انكلوجن كونجنكتيفايتس بس ممكن يعمل اتيبيكال نيمونيا يعني كلمه اتيبيكال البيبي ده ممكن يموت وايه الفرق بين تيبيكال واتيبيكال؟ مش عليك الفروقات بس تعرف ان دي اخطر. اتيبيكال دي باتشي يعني بتاخد كل اللنج. اي واحد بيجي له التهاب رئوي او بيبقى ايه؟ لوبر بياخد لوب. لا دي باتشي بتدمر البيبي تماما وما بتستجبش غير للتترا ايه؟ سايكلين. يبقى اسمها اتيبيكال ودي خطر على البيبي جدا. يبقى اذا انا ولدت عيان عندها كلاميديا خد بالك من مصيبتين اللي هم ايه؟ انكلوجن كونجنكتيفايتس واتيبيكال ايه؟ نيمونيا. ده بقى السيفلس بيعدي من البلاسنتا يعني ده بيعدي منين؟ من البلاسنتا لا ده هو بيعدي في البيرث كانال وده البيرث كانال ده بقى ترانس بلاسنتا بيسموه فيرتيكال ترانس يعني ايه فيرتيكال؟ الام تدي لمين؟ للبيبي فبيجي له حاجه اسمها كونجينيتال سيفلس هتاخدوه في الاطفال كنت خدتوه زمان كان شكله عامل ازاي كونجينيتال سيفلس ده كله بحرف الاس مناخيره عامله زي حدود الحصان سادل نوز سنانه كان اسمها هاتشنز ونتيس اللي هي ايه؟ سريتد مش اشهرة سريتد تيث التيبيا اذا انت عملت عليها اكس راي في رجليه تلاقي فيها فيشر بالطول اسمها صبري تيبيا يبقى صبري تيبيا دي معناها فيشر بالطول كده في التيبيا يبقى انا عندي هما ثلاث حاجات ساد النوز سريتد تيث ده اطفال مش ناس صبري يبقى البيبي هينزل عنده كونجنتال ايه؟ هنشوف بقى علاجه بعد شويه اللي هيسمع لما تعدي من البارت كانال بتعمل اوفثالميا نيوراتور لما تعدي من البارت كانال بتعمل انكلوجن كونجنكتيفايتس او اتيبيكال نيمونيا لما تعدي عن طريق البلاسينتا بتعمل كونجنتال ايه سيفلس حد فاكر السيفلس ده في الهابيتس والابورشن كان بيعمل هابيتس ولا لا هو الامواج الهابيتس بيعمل ريكارنت ابورشن ليه لانه بيعدي عن طريق مين البلاسينتا مره في مره تولد بيبي عنده ايه سيفلس حد يحب يقولهم ده اسهل حاجه بدل ما ندخل على الاعلى قول دي او يعدي عن طريق بيرث كانال يبقى طيب ده كونجينيتال سيفلس نيجي بقى نقلب الصفحه كلينيكال بيكتشر انكيوبيشن بيريود طبعا في الاطفال هتاخدوا كميه انكيوبيشن بيريودز احنا مش عندنا غير ست ارقام النهارده وسهلين بيقولوا الجونوريا الانكوبيشن بيريد بتاعتها 2 to 5 days up to 30 days ايه؟ ده كتاب الاسم يبقى الانكوبيشن بيريد 2 to 5 days after 2 30 days اما دي هو 2 to 5 days يعني كم اسبوع؟ اسبوع 2 to 5 days اسبوع اسبوعين اسبوع لكن اهوت هنا ده من 1 week to 3 weeks يبقى ده اسبوع ده اسبوع الى ثلاثه ده بقى فيه ثلاث انواع برايمري سيفلس سكندري سيفلس تيرشري سيفلس برايمري افتكر مش ده اسبوع ده من اسبوعين الى ست اسابيع ده من ست اسابيع الى ست اشهر ده
من سنتين الى 30 سنه، وده بنشوفه دلوقتي خلاص. ما السيفلس اختفى، عمرنا ما بقينا نشوف مين الترش اللي هو التيبس دورسالس والاورتيك كانت دي خلاص. يبقى انا عندي الترش طيب ده اختفى ليه؟ عشان بنسلم. يبقى انا عندي، طب انا هحفظ الارقام دي كلها؟ لا، في اغنيه عبد الحليم، في يوم، في شهر، في within weeks within months within years، ولا احنا مالك. يبقى انا على اخر سنه هنساها، ده خلال اسابيع، ده خلال شهور، ده خلال ايه؟ سنين. يبقى ده كان من يومين لخمسه up to 30، ده من اسبوع لثلاث اسابيع، ده اللي يقدر يحفظه. من اسبوعين لسته، سته اسابيع لست اشهر، من سنتين الى 30 سنه. نمسك اول واحده، اسخف حاجه هو اللي بيسموه سيلان، عشان بينزل كميه افرازات هتاخدوها السنه الجايه في الاندرولوجي في الرجاله. الراجل اللي عنده جونوريه فضيحه، السبينس بتاعه بينزل افرازات عامله زي الذهب. تمام امتى؟ لما تيجي تعمل ميلكينج للبينس بتاعه يطلع يلوش كوبيز ديتشارج اون ميلكينج. برضه الست، ادي الفالفا، حط صباعي كده، مشهوره جدا، احط صباعي اعمل ميلكينج لليوريترا بتاعتي، يقول لك بتطلع نقط زي الذهب. يعني دي دايجنوستيك اسمها اكيوت جونوريه فضيحه. الاكيوت جونوريه دي فضيحه بس دي رير. بلاقي ايه بقى؟ يوريثرايتس، دي اهم واحده، يلوش كوبياس ديسشارج، تلاقي لازقه كده، كامينج فروم يوريثرا اون ميلكينج. ودي دايجنوستيك، يعني مش لازم اعمل انفستيجيشن، انا اذا لقيتها يبقى عندها اكيوت جونوريه سيلان، والراجل كذلك. اسمها اكيوت اللي هي يوريثرايتس. طب في نوع اسمه كرونيك، اشطبه، مش مكتوب في كتاب الاسم. في نوع اسمه كارير، حد يعرف يعني ايه؟ دي مصيبة، دي عادة ضرب النار، دي ما عندهاش سيمتومز ومعاها الميكروب وعادة تنشر، دي مصيبة. دي كارير، دي كومن، ودي مش مشكلة انها كومن، كاري مايكروب ونو سيمتومز، دي عايزة ضرب النار، دي خلاص شغالة وقاعدة توزع ايه؟ جونوريا. يبقى انا عندي الجونوريا اللي عايزهم اكيوت وكارير. مين الكومن فيهم؟ الكارير. الاكيوت ده فضيحه، واهمهم حاجه اسمها ايه؟ يوريثرا. افرازاتها بتبقى عاديه خالص، بتبقى جرينش عامله زي مين؟ لا انا عايز اهم حاجه اليوريثرايتس اللي بتخلص. نيجي على ده، 75% اسيمتوماتيك. ده الاسم كل شويه يغير ايه النسب. المهم ان الكومن السيمتوم از اسيم. طلع ان دي عايشه في خلايا عنق الرحم، بتعشق الاندوسيرت، فهتعمل اندو سيرفيسايتس. اكتبها منين؟ تكتب، حد يعرف اكتبها منين ده؟ عنده سيرفيسايتس؟ من سيرفيسايتس تكتب الكلينيكال بيكتشر كامله هنا، اللي هي كانت ايه؟ تشيل الاحرف المتحركه، فاكرها؟ يعني هتكتبها كامله هنا. يبقى السؤال ده زجالي، كلاميديا هشرح عنده سيرفيسايتس كامله، كلينيكال بيكتشر كامله، حتى كونتاكت بليدنج كل حاجه. يبقى انا هشرح سيمتومز اند ساينز. دي بقى سيرفيس فيها كلام مع انه اختفى، برايمري وسكندري وترش. برايمري اسمه تشانكر. هو ايه تشانكر ده؟ شانكر ده عبارة عن قرحة تبقى عاملة كده اسمها punched out edge. احنا خدنا واحد undermined TB، النهاردة هنكملهم بقى. ده punched out edge يبقى نازل عامل كده، وسنجل. يعني ايه سنجل؟ هو واحد، عارف اذا لقيت اتنين ما يبقاش شانكر. الشانكر ده لازم يبقى واحد. واحد فين بقى؟ على الفالفا، او واحد على السيرفكس، او على اللب. هو جه ازاي على اللب؟ في حاجه اسمها اورو جنتال سكس. يبقى ما تنساش هنا ممكن يجي في ثلاث اماكن، فالفا وسيرفكس واللب، وتلاقي واحد. يعني لا اما على الفالفا، لا اما على السيرفكس، لا اما على اللب. بينلس، دي من الحاجات الكرايتيريا اللي فيه، تلمسه ما يوجعش. نسال السؤال الاهبل بقى، امتى يبقى بينفول؟ ده في حاجه في المنهج. اذا حصل سكندري انفكت. يبقى انا عندي الالسر ده الكرايتيريا بتاعته معروفه، سنجل ألسر بانش ات اوت اتش، بينلس، موجود في حته من ثلاثه، لا فالفا لا سيرفكس لا لب. سكند حاجه اسمها ميوكاس باتشز، اشطب لي جنرالايز دي، ميوكاس باتشز وكوندايلوما لاتا، هي بتاعت الباثولوجي زمان دي. هو ايه الميوكاس باتشز دي؟ من اسمها ميوكاس، يعني ميوكاس ميمبرين، باتش لونها ابيض، تلاقيها فين؟ هنا inner side of the cheeks، فوق في البلد على عنق الرحم. اذا حاولت تشدها هتسيب مكانها قرحه زي ما السنيل بيمشي على الرمل، اسمه سنيل تراكت
ألسر. يبقى أنا عندي الميوكس باتشز دي إيه؟ وايت باتشز في الميوكس ميمبرين بتاعت إيه؟ إنر سايد أوف تشيكس هارد باليت سيرفكس. ما كل ده ميوكس ميمبرين. أون ريموفال هلاقي إيه؟ سميل تراكت ألسر. الاكسبريشنز بتاعتهم غريبه ده، القوقعه وهي ماشيه في الرمل كده خلاص، لان السنين دي بتروح عامله لك الطريق، هو ده اللي هيبان بعد ما اشيل الايه؟ الباتش. يبقى وايت باتشز ميوكس ميمبرين انر سايد اوف تشيكس هارد باليت سيرفكس اور ريموفال بلاقي سنين تراكت ايه؟ ألسر. ايه الكوندلوماتا دي؟ حاجه مقرفه كده، يعني انا نايمه قدامك كده بتلاقي حاجات عامله كده ليجنز طالعه كده اسمها فلات توب بليكس ليجن كده، والسيرفس بتاعه مليان قرح، حاجه مقرفه اهي. يعني وانت بتولدها كده تلاقي الفولفا بتاعتها كده مليانه هي والبرينيوم الحاجات دي اللي هي اسمها ايه؟ كوندايلوما لاتا فلات توبت بليكس ويز ألسريتد سيرفس موجوده على الفولفا والبرينيوم. وعلى فكره بتاعتي، يعني زي انت ولدت واحده عندها سيرفس يجي لك خد وانت مروح ايه؟ بنسلم، بس في حقنة واحدة عشان كده بتبقى سهلة. يعني هو الأورجانيزم موجود فين في الأشكال دي؟ موجود هنا فين؟ في التشانكا، موجود في الميوكاس باتشز، موجود في الكوندايلوما. طب بعد كده لا خلاص، يبقى الأورجانيزم موجود في ثلاثة ليشز اللي هما تشانكا كوندايلوما لاتا وميوكاس باتشز. إيه الترشي ده؟ حاجة تتلغي، حاجة اسمها تيبس دورسالس مش توبليك جاما دي، حاجة اسمها أورتيك انيوريزم. الكلام ده خلاص اتلغى لان البنسلين خلص على السيفلس. اللي هيسمحه ما يطول شويه هنا، مش عايز الارقام، انا عايز بس كلينيكال بيتش. انا هتقول لي يوريثرا تعمل ايه؟ ميلكينج، يطلع حاجات لونها ايه؟ اصفر، يلوش كوبيز تشارج كومينج فروم ذا يوريثرا اون ميلك. كارير اكتر ولا ده؟ لا كارير، قلنا ده كارير مايكروبونو سنتر. دي 75% اسيمتوماتيك بس هشرح ايه دول سيلوسايز. دي برايمري حاجه اسمها تشانكر. تشانكر ده كان قرحه واحده ولا اكتر؟ هو سنجل، يعني صوره فيها قرحه بانشد اوت ايدج بينلس. امتى تبقى بيفول؟ سكن موجود على الفالفا والسيرفس. ممكن ازود ليب ميوكاس باتش لون ابيض موجوده في انر سايد اوف تشيكس هارد باليت سيرفس، شيلها سنيل تراكت ألسر. كوندالوما لات فلات توب بليكس ويز ألسريتد سيرفس. اخر حاجه الترش زي ما اتفقنا تيبس دورسالس ومين؟ وأورتك أنيوريزم. أهو حد يقول الكلينيكال بيكتشر قبل ما ندخل على الانفستيجيشن والتريتمنت. تريتمنت مصيبة أهو. شاور بقى طالما حد مش عايز يقول كلينيكال بيكتشر قول. كوبيز شارج بس هيطلع لوحده ولا لازم أعمل؟ ملكي كارير وده كومن اللي هو كارير ميكروبونو سنتر ده. برايمن اسمه تشانك. ايه الكراتيريا بتاعته؟ ده اندر ماند ده تي في والسير. ايوه ايه ده بقى؟ بانشد اوت ايدج عددهم هو سنجل بيوجع؟ لا بينلس مشهور جدا انه فيري بينلس. طيب تعال على ميوكاس باتشز. موجوده فين؟ من اخرها؟ ما فين؟ موجود ميوكاس يبقى موجوده فين؟ اي فين بقى ميوكاس ميمبرين عندك؟ الغلطه ميوكاس ميمبرين؟ ايوه انر سايد اوف تشيكس هارد باليت. انت ما بتفكرش على فكره في الموضوع، انت بتفكر هتفتكر ولا لا؟ يعني ملاحظ الموضوع، يعني هل هفتكر وانت ما بتفكرش في الموضوع اصلا؟ يبقى ميوكاس باش اللي هو ايه؟ هنا هنا او على السن. شلتها هتلاقي ايه؟ اشمعنى دي؟ خلاص طيب نيجي على الكوندايلوما لاتا هلاقي
فلات توب وعليها ايه؟ قرح موجود على الفالفا والبرينيوم. انفستيجيشن طبعا تشطب الصفحه اللي جايه واللي بعدها ومعاك ورقه فيها الانفستيجيشن والتريتمنت بتاع في ورقه خدتوها بتاعت السالبنجايتس ودي ايوه هي تاني ورقه ودي اللي تتدبس انفستيجيشن سهله بس انا عايز الكومنتس ايه اهم انفستيجيشن طلع ان هنا اول انفستيجيشن بعمل جرام ايه ستين حد يفكرني كان الاورجانيزم شكله عامل ازاي جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي مين لي انتراسيلولار كيدني شيب مش هكتب فاليديكس يعني ده جرام ستين اتنين هزرعها على مزرعه كلتشر خدتوها زمان كان سيلكتيف يعني ايه كلمه سيلكتيف تموت كل الاورجانيزم وتعيش لك الجونوريه كان اسمها ثاير مارتن ميديوم مشهوره قوي الكالتشر دي زمان يقول لك كانت فظيعه الكتاب اسمه قال في حاجه احلى حاجه اسمها نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست بالبي سي ار هو ايه البي سي ار ده بوليميريز ان شاء الله يكون في اورجانيزم واحد هعمل له مالتيبليكيشن واعرفك ان الانتيجين ده موجود اسمها نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست وباخد عينه من الاندو ايه سيرفكس يبقى انا باخد عينه من الاندو سيرفكس واعمل حاجه اسمها نيوكليك امبليفيكيشن اذا كان اورجانيزم واحد هكبره واعمل له كلتشر واكد لك انه موجود بعمل له حاجه اسمها بوليميريز تشين ودي على فكره سنسيتيف 95% يعني لما يسالني في الامتحان بقى في الام سي كيو ايه اهم انفستيجيشن نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست مع ان دي والله كان زمان بس كده الاسم قال في حاجه اشيك اسمها نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست دي كنت بحط اي نوع من الستين فايتال طب تعرف عليها ايه انترا سيتوبلازميك انكلوجن بودز طيب كالتشر مش اي كالتشر تيشو كالتشر ليه عشان عمرها ما بتعيش غير جوه الخلايا اخر تيست اسمه ايه تاني اللي بيحبوه قوي نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست برضه باخد عينه من الاندو سيرفكس يبقى ما قال يقول لي برضه ايه اهم انفستيجيشن هنا؟ ها؟ نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست نيجي الدواء. سيفلس عندي نوعين اوبفيوس ليجن ده بيحبوه قوي شفوي ونون اوبفيوس ليجن. يعني ايه كلمه اوبفيوس؟ واضح فضيحه زي تشانكر ميوكاس باتش ها؟ كوندايلوما لاتا هاخد منه عينه وابص تحت الميكروسكوب واضلم الاوضه احنا قلناها هلاقي حركة كده اسمها ايه ده دارك جراوند اليومينيشن هلاقي كوركوس كرو اما اضل في الاوضة واوجه الضوء يبتدي يتحرك الحركة بتاعته اما نون اوبفيوس سيرولوجيكال لان هنا مفيش اورجانيزم بقى بشوف انتي ايه بادز كان في حاجة اسمها سبيسيفيك خدتوها زمان مع دكتور مرعي اللي كان بياخد مع دكتور مرعي درس يقول لك تبي وفتة ودفة تبي تروبوليما بلدم ايموبلايزيشن تيست تفة تروبونيما بلدم هيم اجلوتينيشن الكلام كله اتلغى بقى ليه كان بتاع المعمل يجيب ايه؟ الالتروبونيما شخصيا فيتعدي فياخد اجازه فاتلغت خلاص الكلام ده خلاص ما بقاش عليه انا عايز اجيب انتيجين شبه التروبونيما او ده اسمه نون سبيسيفيك يعني سبيسيفيك ده اتلغى خلاص انا بعمل نون سبيسيفيك بجيب انتيجين شبه بجيبها من قلب الدور جابوها منين؟ اسمه كارديو لايبين ليسيسين انتيجين كده ما تعديش بقى صح يبقى انا بحضر انتيجين بره عشان اشوف جواها ايه انتي بودي يبقى السبيسيفيك ده هيتشطب خلاص انا بستخدم مين نون سبيسيفيك في تيست خدتوه زمان اسمه مازر مان رياكشن في حاجه اسمها بي دي ار ال حد يعرف اختصار ايه بنيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري اخر واحد بقى ار بي ار رابيد بلازما رياجين اكتب الاسم اسمه ايه؟ رابيد بلازما رياجين ده اخر تيست ودول بيستخدموا انهي انتيجين قلنا كارديولايبين ليسيسين انتيجين تفتكر ايه من دول اهم انفستيجيشن؟ لا هو ده اللي هما الفي دي ار ال هما الايه؟ كارديولايبين يبقى دلوقتي اراجع اهم انفستيجيشن هنا كان اسمه ايه؟ نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست هنا نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست هنا ها اللي هو نون سيرولوجيكال تيست نون ايه؟ سبيسيفيك
اللي هيسمعهم اهو. انا عايز اهم انفستيجيشن، يقول لي بس اهم انفستيجيشن، وناخد بقى السي تي سي. ايوه هيقول اهو ايه اهم انفستيجيشن. انا وده ممتاز، وده اي بعمل ايه تيست اسمه سيرولوجيكا، اسمائهم بي بي ار ال ار بي ار بي ار بي ار اسمها ايه الار بي ار دي؟ رابيد بلازما ريأجن، جابها في رابيد بلازما ريأجن. نيجي بقى سي دي سي، ايه السي دي سي ده؟ سي دي سي عام 2000 وكام؟ 10. سي دي سي 2010، سي دي سي 2010. انا بقى نشوف العلاج، بس قبل العلاج كان مكتوب بريفنشن، ازاي امنع سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، اكتبها في واحده بس، ازاي امنع سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. نعم. انا خايف اتعدي، انا ما بحضرش التروبونيما شخصيا، فممكن انا اتعدي وانا بعمل التست. طب ما اعمل انتيجين شبه مين؟ براموس امينو نون سبيسيفيك. قال لهم يا جماعه الاخلاق فين؟ الضمير فين؟ خلاص وكفايه بقى سيكشو، بلاش بقى. وحتى اذا كنتوا عايزين البسوا ايه كنتوا، يبقى احنا عندنا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، ازاي امنعها؟ مورال، الدين فين؟ اند ريليجن اسبيكت. طب اذا كنتوا عايزين تعملوا انتركورس تلبسوا ايه؟ كوندوم. او ده بيقلل السيكشوال ترانسميتد ديزيز. يبقى البريفنشن بتاعتهم كلها كلمتين، مورال ريليجن اسبيكت، ما سمعوش الكلام يلبسوا ايه؟ كوندوم. نيجي بقى السي دي سي. طب اسم مقسم بقى العلاج هنا، uncomplicated، اللي هيقول العلاج ده يبقى استاذ، uncomplicated cases، ونوع اسمه disseminated، اللي حضر اول حصه. disseminated ده بيروح فين؟ من انجايتس بقى وحاجات، وده ما قدمش الدم. ناخد uncomplicated الاول، علاجه حقنه واحده بتوجع اسمها سيف ترايوكزون، وقلنا دي انترا ماسكولار سنجل، يبقى انا هتاخد حقنه واحده عضلي توجع جدا بتوقف الرجل، خلناها في البي اي دي اسمها سيف ترايوكزون انترا ماسكولار. ما هو اصل كومنست كوز اوف بي اي دي از كورونري، يبقى انا هدي نفس الحقنه بلس دواء من اتنين خدناهم برضه، خدناهم في السيرفسايتس، لا اما اديثرومايسين لا اما دوكسي سايكلين. كان الاديثرومايسين افكرك بالدوز، هي ما بتتغيرش، سنجل دوز 1 جرام. امال ده اورال، ده بيتاخد 100 ملي جرام توايس ديلي لمده سيف، يبقى دي نفس الدوز اللي خدناها في السيرفسات ده ما بتتغيرش. يبقى انا هنا حد سيف ترايكزون حقن عضل، وبواحده ودي اديثرومايسين او دوكسيسايكل. طيب ديسيمينيتد بقى، حد سيف ترايكزون انترا ماسكولار كل 12 ساعة، يعني مش حد سنجل دوز بقى، ده العمل ديسيمينيتد، يعني هديها حقن عضل كل كام؟ 12 ساعة. مكتوب 24؟ يبقى 24. انا مش حافظها. زين. ايه؟ لا انترا ماسكولار او اي في، مش الاثنين. هديها انترا ماسكولار كل 24 ساعة دم. سيفيكسيم. بدي برضو انترا ماسكولار ليه بقى؟ until completed، جمله غبيه كده 7 to 14 days. ايه كلمه completed دي؟ يعني هو بيقول لك انت هتدي ديت انترا ماسكولار كل 24 ساعه، اول ما تلاقي العلاج اتحسنت تقلب على سيفوكسيم، وسيفوكسيم ده هو بيكمله لغايه ما تكمل كام يوم من اول يوم؟ 14. يعني نفترض اتحسنت بعد 7 ايام، اروح ضايف ده كام يوم؟ 7. طب صارت تحسن بعد 10 ايام، اروح ضايف كام يوم؟ 4. المهم ان انا بكمل في الاخر كام يوم؟ 14. في الاخر بقى اذا ظهر لها بي اي دي سي بي 4، فاكرين الورقه اللي خدناها بتاعت البي اي دي؟ تكتب كامله. يبقى انا اذا جالي السؤال ده تحريري هكتب uncomplicated و disseminated. ولما اجي اشرح البي اي دي اشرح صفحه كامله، اللي هي كانت مايل تو مودريت، فاكرين؟ والسيفير والتيوب اوفيريان، تكتب كامله. نيجي لده، ده سهل. الدوائين دول هكتبهم هنا، اديثرومايسين او دوكسي سايكلين. حامل بقى تاخد ده ولا ده؟ يعني افترض حامل وعندها كلاميديا، تاخد اديثرومايسين ولا دوكسي سايكلين؟ طبعا ده كونترا انديكيتد ديورينج
pregnant. طب إذا ظهر ال PID أعمل إيه؟ CB4 يكتب. ده بقى عندنا في early cases وفي late cases وفي حاجة اسمها neurosyphilis اللي هو اتلغى ده بتاع ديفيس دروسيلز. هتزود لي في الآخر congenital syphilis ده البيبي مع إنه مش تبعك. يبقى تاني أنا عندي أربع حاجات، يا إما اكتشفته بدري يا إما اكتشفته متأخر يا إما neurosyphilis يا إما congenital syphilis. نمسك أول واحد، لو قلنا في حقنة تخلص عليه إذا لقيتها إيه اللي كده والأورجانيزم موجود تخلص إيه؟ اسمها بنزانسين أو بنزانسين بنسلين. حقن عضل سنجل اسمها بنزانسين بنسلين سنجل دوز خلاص؟ أو حتى العينة دي دوكسي سايكلين اللي هو التترا إيه؟ سايكل لمدة 2 ويكس برضو 100 ملي جرام وروح مديها 2 ويكس كمان. يبقى لا اما هديها بنزين بنزين امتى تدي الدوكسي سايكل؟ اذا كان عندها بنسلين زي بنسلين سنسيتيفيتي فكنا كنا بنعمل فيها رانس ديرمال تيست اذا كانت سنسيتيف تاخد دوكسي سايكل. طب ليه؟ حد برضه دواء اسمه بنزين بنسلين ويكلي لمده 3 اسابيع. يبقى انا هدي بنزين بنسلين حقنه ويكلي لمده 3 اسابيع او اذا كان سنسيتيف دوكسي سايكلين بس بدل اسبوعين 4 هدي 4 اسابيع. يبقى اذا كانت ليه هدي دوكسي سايكل لمده 4 ويكس. اما نيوروسيفلس ده سؤال حلو شافه بقى، ليه نيوروسيفلس بديها كريستالاين بنسلين او اسمه ايه؟ ايكواس مائي، اسمه البنسلين مائي ايكواس كريستالاين بنسلين. ليه قد ليه؟ ليه ما اديتش بروكين بنسلين؟ ليه ما اديتش بنزنسين بنسلين؟ وانس ضفت حاجه على البنسلين ما بتعديش البلاد برين بان، يبقى لازم اديك بيور اسمه ايه؟ اكواس كريستالاين بنسلين تو كروس ايه؟ بلاد برين بارير. راح قالوا نفترض العيانه سنسيتيف هتعمل ايه؟ نفترض العيانه حامل هروح مغير؟ عايزين حاجه اعمل حاجه اسمها دي سنسيتاي فاكرينها؟ متابعين دي الكلام اللي هو يبقى ايه؟ sensitive or pregnant هعمل دي sensitization. يبقى اذا كانت sensitive مش هينفع اغيره ما هو لازم كريستالاين عشان بيعدي البلاد برين ايه؟ اروح اعمل دي sensitization واعلى بالدوز congenital بقى congenital syphilis هستخدم ده اسمه ايه كويس برضو برضو عندي حاجتين ايلي وليت يعني بيبي mild form او severe form دي مش مكتوب عندك ايه اللي حد ايه؟ ايكواز ده سنجل دوز البيبي يتولد اروح مديله حقنه عضل من الكريستالاين بنسلين. امال اذا كان ليت هعمل زي ده اللي هو الليت هدي كريستالاين برضو بس كام ويك لمده كام اسبوع؟ 3 اسابيع. سخيف عادة تاني كونجنيتال سيفرز اذا كان ايلي هدي البيبي ايكوال سنجل دوز بنسلين اللي هو دوت الايكوال ده هي واحده. امال اذا كان ليت هدي ويكلي كام اسبوع؟ 3 اسابيع. هعيدهم تاني دولت عشان سخافه الايه اللي حد ايه؟ بنزانسين بنسلين طب سنسيتيف دوكسي سايكلين لمده اسبوعين. طب ليه؟ بنزانسين بنسلين بس مش جرعه واحده بقى ويكلي لمده 3 اسابيع او دوكسي سايكلين اذا كان سنسيتيف لمده 4 اسابيع. نيورو من اول هنا كله ايكواس هدي ايكواس كريستالاين بنسلين سنجل دوز. امال اذا كان كونجنتال سيفلس هدي ايرلي ايكواس سنجل دوز. امال اذا كان ليت ويكلي برضه لمده 3 اسابيع. بس ما تنساش هنا نفترض سنسيتيف او حامل هعمل ايه؟ الادويه تاني اعملي بقى علامه على الاهم دواء سيف ترايبزون. يعني اذا جاب لك يقول لك ايه البيست لاين اوف تريتمنت اوف جونوريا اختار ده سيف ترايبزون. البيست لاين اوف تريتمنت للكلاميديا دوكسي سايكلين مشهور قوي التترا سايكل. امال هنا بنزانسين بنسلين على فكره اهم حاجه عندك الدواء الكومنست يعني بيختار لك البيست لاين تروح مختار ده سيف ترايبزون حقن عضل هنا دوكسي سايكلين هنا ما تنساش بنزانسين ايه؟ بنسلين. دكتور لو عندها سيفلس وهي بريجننت ما احنا قلنا هنعمل دي سنسيتايزيشن انت
هتسأل سؤال مكتوب هنا. دكتور أنا مش فاهم يعني إيه congenital early bleeding؟ يعني mild و severe معناها إن أنت اكتشفته متأخر أو اكتشفته إيه؟ بدري في البيبي. هل تقدر يقولهم لي؟ هتقولهم؟ طيب قول لي ده. السيفلس لو primary نديها أو بديله حقنة إيه اللي سنجل انترنتور او لو مثلا سنسيتيف او بريجننت لمده اسبوعين ممتاز. طب اذا كانت ليه لو كانت هو ليتس ده ايه لي وليه بديله هو ولا بتديها ايه هو تخيل بدلها بنسلين برضو لمده ويكس ويكلي لا 3 weeks أو دوكس سايكل لمدة 4 سنين تمام 3-4 ما تنساش. طب بعد كده نيورو بديله كريستالاين بديها كريستالاين علشان يكرس البلاد برين ايوه كريستالاين سنجل دوكس صح؟ طب سنستيف لو سنستيف بضطر اعمل ديسستيزيشن. طب حامل طيب اوكي اخر حاجه كونجنتال سيفلس العيل بديله برده بس دي بديله لمده 3 اسابيع بديله لمده 3 اسابيع على حسب بيدي ولا يعني اذا كان مايلد او سيفير مايلد حدي حدي حقنه واحده طيب كريستال لاين امال اذا كان سيفير حقنه اسبوعيه لمده دي اهم دواء في الجونوريه اهم دواء في الكلاميديا سايكل نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الفايرال انفكشن افتح لي بقى اللي هي صفحه الفايرال في سؤال فوق هتكتبه لي كده الدي ان اي فايروس اخطر ولا الار ان اي ده سؤال بتسال هل الدي ان اي فايروس اخطر ولا الار ان اي تعرف الاجابه لا دي ان اي ها هقول لك ليه طلع ان الدي ان اي بيدخل جوه الخليه العيانه ما بتحسش او الخليه ما بتحسش يتحد مع الايه الدي ان اي بتاع الخليه وكنترول الميتابوليزم بتاعها الار ان اي مفضوح اول ما هيدخل يتفضح فيتدمر مش معنى بقى الايدز ار ان اي واخطر يعني انا عارف ان دي ان اي اخطر بس مش معنى الايدز بالذات ار ان اي واخطر عشان عنده حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز مش عارف تعرفها ولا يعني غير وقت ما هو عايز ايه دي ان اي او وقت ما هو عايز ار ان اي يبقى نعمل بقى في الجدول اللي عندنا ده سؤال فوق خالص دي ان اي دينجرس ذان ار ان اي ليه ده سؤال شافه يبقى دي ان اي دينجرس رادر ذان مين ار ان اي از ات انتر ذا سيل از ات انتر ذا سيل يونت ويز ذا دي ان اي اوف نيوكليوس يبقى بيدخل خليه يونت ويز دي ان اي اوف نيوكليوس اند كنترول سيل ميتابوليزم unit with the DNA of nucleus and the control metabolism of the cell. عندنا هما ثلاث مواضيع الايدز هو ايه الايدز ده؟ acquired immune deficiency syndrome دهبل بس التحريري مين بقى؟ human papilloma virus خدناه في كانسر ايه؟ سيرفكس يبقى اتشرح من هنا بقى هناك اخر حاجه HSV جابه herpes simplex virus نخلص بس من كلمه simplex دي اسمه خطا كلمة سيمبل يعني يعني very easy صح؟ لأن انت ما تعرفوش العيانة دي بتصوت من كتر الوجع بيجي لها حاجة اسمها agony agony ده severest form of pain العيانة دي بتصوت يعني كلمة سيمبل اسمه هو فاضل لغاية الوقت بالاسم ده مع الاسم ده غبي العيانة بتقعد ده بيجي لكم هنا في وشكم ساعات اللي هي حباية كده اسمها الحرارة very tender ما بالك بقى اذا جت بقى في الفالفا اسمه herpes simplex virus وما تنساش ده هو مش سيمبلكس ولا حاجه ده بيعمل ايه؟ اجني. تعالى بقى نشوف مقارنه بين الثلاثه. هنا الفيرولوجي بتاع كل واحد فيهم ده ار ان اي وده دي ان اي وده دي ان اي. بس احنا قلنا ليه ده اخطر؟ عشان عنده حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز وحكي لك قصته مصيبه اسمه ريفرس ترانسكريبتيز. طيب اسمه ايه الاورجانيزم هنا اسمه HIV اللي هو Human Immunodeficiency Virus Type 1 لاتيني و2 لاتيني عشان السنه الجايه لما تيجي تاخد واحد واثنين عادي ده بتاع مين؟ لوكيميا يبقى لازم احط كده HIV 1 لاتيني و2 لاتيني شكله عامل ازاي؟ في انفلوب
يبقى ده الغطاء اللي بره انفلوب. جوه سنجل ستراندد ار ان اي، سنجل ستراندد ار ان اي عليه ثلاث قرون استشعار، انا مسميهم كده. ايه قرون الاستشعار دي؟ اسمهم جلايكو بروتينز، وهقول لك ايه فائدتهم. يبقى تاني، هو عباره عن ار ان اي ستراند سنجل حواليه انفلوب غطا ومتغطي عليه ثلاثه قرون استشعار اسمهم ايه؟ جلايكول. ده بيتعرف على ايه؟ يمشي في الدم، يتعرف على خليه انتوا عارفينها كويس اسمها تي هيلبر. ايه تي هيلبر دي؟ مش عندكم في الاميونتي تي هيلبر وتي سبريسور؟ هو بقى بينشن على تي هيلبر، كان اسمها في البكتيريا سي دي 4 سيلز، اسمها كده. يبقى يروح السي دي 4 سيلز دي وينقيها ويدخل جواها. اول ما يدخل هي هتحس بيه ولا لا؟ يروح متحول ايه على طول؟ دي ان ايه؟ اولا ينام بقى جوه الخلايا سنين، 10 سنين، 20 سنه. طلع ان هو ذكي، ان هو ما دخل حسس الايه الخلايا انه دخل، فتبتدي تعمل ايه هي؟ ريبليكيشن. هو نايم وبيزيد اندايركت. في سنه من السنين ربنا بيريدها يتحول الى ار ان اي ويدمر كل التي هيلبر. فالعيانه بقى اي انفكشن معدي يدخل. كريبتوكوكا نيمونيا، عارفين الكريبتوكوكا دي كومنس؟ يعملها التهاب رئوي وتموت. يعني الايدز ده بيموتوا ليه؟ من الاميونتي. عيد تاني القصه. الفيرولوجي بتاعه كالتالي، بيدخل التي هيلبر سيل يتحول الى دي ان اي، ينام بقى لمده 10 سنين 20 سنه. هي بتعمل ديفيجن فهو بيزيد ايه؟ اندايركتلي. بعد 10 سنين او 20 سنه ربنا يريد يتحول الى ويدمر كل التي هيلبر، عشان عندي ما عندناش اميونتي. يبقى عشان كده بقول لك الايدز ده مصيبه، يعني لما بيجي لحد بينهي عليه. اي انفكشن معدي كومنسال يدخل ويعمل التهاب رئوي، يجي لها ميسلز، يجي لها هيباتايتس، كده كده هتموت من انفكشن. امال ده خدناه كان اتش بي في ارقام ايه اللي بتعمل كانسر سيرفكس؟ 16 18 31 33 45، كان هما خمس ارقام بيعملوا كانسر سيرفكس. طيب الوورد مش اسمه بابيلوما؟ يعني ايه كلمه بابيلوما؟ صمته، يعني حاجه تطلع كده زي القرنبيط. طلع ان الاكسترنال ووردز بيعملها حاجه تانية خالص. رقم 6 و11 يبقى الفالفا ما تلاقي عليها وورد، ده سببها رقمين تانيين خالص اللي هو 6 و11. امال ده؟ هربس سيمبلكس فيروس فيه نوعين، تايب 2 وتايب 1. تايب 2 ده جينيتال، تايب 1 ده اورال، اللي بيجي هنا اسمه حراره. ده نسبته 95%، ده نسبته 5%. السؤال بقى هو الجينيتال ده مفهوم، طب ازاي الوان ده هيعمل جينيتال هيربس سامبل اللي هو اورو جينيتال؟ ايه قلنا؟ سكس. يبقى ما تنساش هنا 2 ده مسؤول عن الجينيتال ده بنسبه 95%، الوان ده مسؤول عن كام؟ 5%. قبل ما امسح احنا قلنا كل حاجه بتتسمع، ده اسمه ايه؟ اتش اي في تايب 1 ان 2، وقلنا انه ار ان اي بس عنده خاصيه اسمها ريفرس ترانك، شكله سنجل ستراند ار ان اي حواليه انفلوب في ثلاث قرون استشعار اسمهم جلايكوبروتين، بيتعرف على خلايا اسمها يدمرها. امال ده اتش بي في رقم 16 18 31 33 45، امال اللي بيعمل وورد كام؟ 6 و11. امال ده تايب 2 وتايب 1، لان ال 2 جينيتال، امال 1 ده كان ايه؟ اور. واسم سيمبلكس ده غلط، قلنا بيعمل ايه؟ اجوني اهو. بعد كده نشوف المود اوف ترانسميشن. حد يقول لي فيرولوجي، فيرولوجي اهيف قولي. ده ار ان اي ولا تي ان اي الاول؟ ار ان اي بس عنده خاصيه اسمها، طيب شكله عامل ازاي او ايه هم اسمائهم؟ ايه؟ ثلاثة. ده بيتعرف على خلايا اسمها، طب اسم ايه الاورجانيزم اللي بتاع الايدز؟ اتش اي في تايب 1 و 2. ده بقى الاكسترنال وورد. هربس سيمبلكس 2-1، تايب 2 وتايب 1. 2 طبعا مسؤول عن 95، ثاني مسؤول على مود اوف ترانسميشن. طبعا انتوا عارفين ده ولا مش عارفين ده؟ وانا كنت في سنه 5 طب، انا مش هنسى، انا كنت وقتها كان في دكتور برضه بيدينا درس اسمه دكتور حاتم، جه قال لي ايه؟ قال لنا على فكره في موضوع جديد اسمه ايدز. اه والله،
وجبنا ورقه كده ازاي الايدز ده بيتنقل، وجالنا السؤال ده مود اوف ترانسميشن اوف ايدز، كان بالنسبه لنا حاجه جديده مش موجوده في الكتب. دلوقتي طبعا انتوا عارفين بيتنقل بكل الايه روتس، بس كان اسم كاتبهم بقى لا اما هوريزونتال روت او ترانسميشن يعني او فيرتيكال ترانسميشن. هي بس هم محددينها كده هوريزونتال يعني ايه؟ يعني ماشي بالعرض كده بين الناس، بين واحد وواحده واحده وواحد، دي اللي بيسموها هوريزونتال. امال فيرتيكال الام للبيبي اللي هي ماتيرن وفيتال، تفتكر الام ازاي بتدي البيبي؟ هو بيعدي ايه؟ البلاسينتا الاول. طيب نفترض ما عداش وهو معدي في البيرث كانال ايه؟ هياخده. طب نفترض ما خدوش، هترضعه ايدز يعني كده كده ايه؟ حيرون. يبقى الفيرتيكال ترانسميشن ثلاث طرق، لاما ترانس بلاسينتال، لاما ثرو بيرث كانال، لاما لاكتيشن. امال هوريزونتال بقى اي بودي سكريشن بيطلع ايه الايدز؟ يعني سيكشوال انتركورس، ادكشن اللي هي الابر اللي بينقلوها بين بعض، دكاتره الاسنان، الحلاق، اي ابريجن او اي حاجه هيدخل منها فلويد ريتش ان ايه؟ ايدز. يبقى ده بيتنقل ايذر سيكشوال، بلاد، دراج ادكشن وغيره، عمره ما يجي تحريم. دي معلومات عامه. يعني انت اذا جالك بيقول لك مود اوف ترانسميشن هتقول لك اولوز خلصت، اي طريقه ممكن توصل مين؟ الايدز. كان زمان يقول لك مش موجود في السلايفا، لا موجود. يعني اي بودي فلويد طالع بيطلع مين؟ الايدز. نيجي لده. دول بقى سؤالين مهمين. ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، ده ايه؟ سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. اذا البيبي عدى من هنا من البيرث كانال بيعمل حاجه اسمها لارنجيال بابيلوما. خدتوها في الانف واذن. حد فاكرها ايه؟ لارنجيال بابيلوماتوزيز ده. كان عباره عن ديول كده موجوده في اللارينكس، وبتظهر عند كام سنه بقى على فكره؟ طلع ان الاورجانيزم اللي بيطلعها الطالب طالب 11، وبتظهر عند 11 سنه. يعني اتش بي في رقم كام؟ وبتظهر عند 11 سنه. طيب 11 سنه دكتور انف واذن بيشيلها، نفترض رجعت مشكلتها بس انها بري ايه؟ كانس، تعمل سفوكيشن كده ما يقدرش ياخد نفسه ويشيلها. تفتكر دي اولادها طبيعي ولا قيصر؟ بقول لك بيبي هيعدي من بيرث كانال احتمال يجيله، بس لازم يكون الليجن كام؟ 11 وبيظهر عن 11 سنه. طبيعي ولا قيصري الاجابه؟ قيصري طبعا. ليه؟ ما هو كده كده بدل ما يجي له يبقى بري كانسرس بلاش. طب ودي؟ يعدي البيبي من تحت، شوف بيجي له ايه بقى؟ تلت الحالات بتموت من نيمونيا، تلت الحالات تموت من مننجايتس، تلت الحالات بتعدي ما فيهاش اي حاجه. يعني قيصري ولا طبيعي؟ طبعا قيصري. ده هنا قيصري قوي. طب سؤال بقى في الامتحان عندك، سرير واحد، سؤال اهبل كده، سرير واحد في اوضه العمليه والاثنين دولت بيولدوا في نفس الوقت، تولد دي على القيصريه ولا دي؟ دي طب ده التلتين هيموتوا. ده ممكن يجي له ممكن لا، واذا جاله بيجي له عن وكمان ممكن ايه؟ يبقى الاثنين قيصري، بس مين اولى؟ اللي هي الهربس سيندكس فايروس. لا سامحهم سهلين قوي، ده هوريزونتال وفيرتيكال، ده سيكشوال بس اذا عدى البيرث كانال بيجي لارنجال بابيلو ما تقول، ده سيكشوال بس اذا عدى البيرث كانال تلت الحالات يموتوا من نيمونيا، تلت الحالات يموتوا من مننجايتس، تلت نورمال. يبقى ده لازم قيصري الاثنين اهو. مود اوف ترانسميشن اول روتس فيرتيكال او هوريزونتال هيما بابيلوما بتموت تلت الحالات. نيجي بقى للباثولوجي اللي هو اهم حته هتخلص لي دول. هنا الحمد لله ما فيش باثولوجي. هنا الليجن اسمه ووردز او ووردز، اسمها سانتا او اسمها كوندايلوما اكيوميناتم، اسمها كده كوندايلوما اكيوميناتم. شكلها عامل ازاي؟ حاجه مقرفه اذا انت بصيت عليها بترجع اصل العيله دي. وما بحبش اولادها طبيعي ليه؟ من القرف اللي هو فيها، شجر كده وحاجه تقل، شجر على الفالفا وشجر في البجر، اولد ايه؟ وتيجي تفحصها تلاقي حاجات ناشفه كمان اللي فيها. العيله دي ما اعرفش ازاي بتعمل انتركورس اصلا. يبقى احنا عندنا الورد شكلها عامل ازاي؟
كل حاجة هتلاقيها في العيادة. ساعات الاقيها سينجل سينجل يعني واحدة بس وورد واحد. ساعات الاقيها مستعمرة بتبقى ايه كلاستر في نفس العيانة. ساعات الاقيها بين هيد الدراس الدبوس يعني حجمها ايه سؤال. ساعات الاقيها عاملة زي القرنبيط يبقى كولي فلاور ماس. ساعات الاقيها سيسايل ساعات الاقيها بيدانكيوليت في نفس العيانة. لا كل الفرايتيز دي سيسايل بيدانكيوليت. ساعات بينك اللون بتاعها ساعات جريش. ولازم تقول لي كل الفرايتيز في نفس العيانة. يا تلاقي شجر كبير وشجر صغير وحاجات كل ده فين بقى على الفالفا حاجة مقرفة في الفاجينا على البرينيوم سيرفكس ميديال سايدز اوف ذا سايل اولد ايه دي لازم قيصري حتى اذا ما كانتش هتنفع. يبقى احنا عندنا بقول لك على الفالفا تلاقي الشجر ده فالفا فاجينا برينيوم سيرفكس ميديال سايد اوف ذا سايل. ده الليجن بتاع الكوندايلوما اكيوميناتور. احنا خدنا واحده اسمها كوندايلوما ايه من شويه لاتا دي يعني احلى شويه من دي. يبقى اسمها كوندايلوما اكيوميناتور. ساعات سنجل ساعات كلاستر ساعات بين هيد ساعات كوليفلاور ساعات سيسايل ساعات بيدانكيوليتد على الفالف والفاجينا والبرينيوم والسيرفيس والميديال سايد اوف ذا سايد. دي بقى دي عباره عن فيزيكال. انتوا هتاخدوا في الاطفال الفرق بين ماكيول وبابيول وفيزيكال. حد يعرف يعني ايه ماكيول؟ حاجه لونها احمر. امال بابيول حمراء بس ايه اللي بقى امال فيزيكال كيس وفي ميه. يعني دي عباره عن فيزيكال يعني كيس وفي ميه. اما يفرقع يسيب مكانه قرح. ايه بقى الهربيتك ألسر؟ ده تالت ألسر ناخده النهارده. احنا خدنا التي بي كان اندر مايندد، خدنا السفلس النهارده تشانكر كان بانشد اوت. ده بقى مالتول سمول مع بيزكس كتير قوي فرقعه مالتول سمول شالو ألسر وتلونهم اصفر في البيت يبقى مالتول سمول شالو ألسر والزيلو والسنتر وحواليهم كميه حمار اهي هايبريميك مارجن. يبقى هقول تاني مالتيبل سمول شالو ألسر ويز يلوش سنتر سراوندد باي هايبريميك مارجن. بصراحه شكله غريب زي ما شفت تلاقي نقط 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 صفرة وحواليه هايبريد تلاقي حمار حواليه كده. مش دول اهم كراتين. اهم كراتين لما تلمسها دي فيري تندر دي اهم واحده صوت مش طايق حد يلمسها. يبقى اهم كراتين ما تنساش انها فيري تندر. طيب موجوده فين القرح دي؟ نفس الاماكن. فين يعني؟ في الفالفا والفاجينا والبرينيوم والسيرفكس والميديال سايد اوف ذا ثرم. طيب تحت الميكروسكوب دي مشطوبه دي عليك. تحت الميكروسكوب هنا هلاقي خليه اسمها كويلو سايت. اكتبوها بكتاب الاسم اسمها هالو سيل. معرفش جابوا الاسم ده منين اصلا. يعني هو الاسم الصراحه بتاع اسمه ايه كويلو سايت. قال لك لا هالو سيل دي شكلها عامل ازاي؟ خليه عامله كده فيها الريجولار ديبلي ستيند نيوكليس. الريجولار deeply stained nucleus وvacuolated cytoplasm. وزي انا عملت مسح حلقه الخليه دي تحت الميكروسكوب ديت خليه pathognomonic. يعني كلمه pathognomonic يعني اذا لقيتها احلف ان العيان عندها human papilloma ايه فايروس اسمها coelocyte او بيسموها هالو سيلز اتش اي دبل ال او. يبقى الهالو سيلز او كويلوسايت عباره عن خلايا deeply stained irregular nucleus with vacuolated cytoplasm. اللي هيسمع لي دول هيسمعهم لي في الكلينيكال بيكتشر. احنا قلنا هنا لقينا ايه؟ لا سنجل لا كلاستر لا بين هيد لا كولي فلاور لا سيسايل لا بيدانكيوليتد لا بينك لا جريش على الاماكن دي. هنا قرح بتبقى عامله ازاي؟ مالتيبل سمول ألسرز وزيلو والسنتر وهايبريميك مارجن اهم حاجه فيري تندر. خدت مسح هلاقي خلايا اسمها كويلوسايت او هالوسيلس. نشوفها كده بقى كلينيكال بيكتشر. نخلص من دول سيبك بقى من الايدز هقوله في الاخر.
انا عايز اخلص من مين ومين؟ من هيومر بابيلون ده بالكامل بقى. تعالى بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر وتقولوا لي انت اول ما هشاور هتيجي تقول لي الليجن هنا اسمه كونداليوما ايه؟ اكيومينال. الايدز نخلص من الانكيوبيشن بيريد بس. يقول لك من شهرين ل 17 سنه، يعني قول 10 نكتب الاسم. ها يعني الانكيوبيشن بيريد من شهرين الى صح، بس ممكن تقول 10 سنين. طب ما تقولوا من الاخر ان هم 10 ييرز وخلاص. ده بقى الهيومن بابيلوما بيقول لك مثلا عند 35 سنه الايدز ده. الهيومن بابيلوما شهور months. امال الهيرب سيمبلكس ويكس اللي هو 21 دايز ثلاث اسابيع. يبقى انا عندي ممكن اسابيع شهور ايه سنين. مش لازم احفظ ارقام، يعني ده 10 سنين، ده ممكن يجي بعد شهور، ده بيجي بعد اسابيع. نخلص من دول، انا هخلص دول، دول اهم اتنين. ده كلمتين في الاخر. اليوم بابيلوما فيروس السيمبتومز بتاعته عامله زي كانسر سيرفكس. ذا كومن سيمبتوم از اسيمبتوماتيك، بس يوم ما هتيجي هتيجي بكونتاكت بليدنج. احنا قلنا ان ده يعتبر ايه؟ كانسر سيرفكس. طب ما ده بري كانسر بتاعه، يبقى ما تنساش ان انا هتيجي بكونتاكت بليدنج. طيب ساينز كوندايلوما ايه؟ اكيوميناتم. حد يقولها؟ لا حد يقولها، يرفع ايديه ولا لا تاني؟ لا اشاور بقى. 1 2 3 4 5 6 7 حضرتك ممكن تقولهم لنا ليه؟ تفتكرين كان سنجل اور مش عارف عشان جنب التكييف يعني؟ حضرتك تقولهم لنا بين هيد او بين انفيوليتد او اللون اي اماكن اللي ممكن الاقي فيها كونداليوما اكيوميناتور؟ ايوه والكرينيوم والميديا سايد والسيرفيس كمان. طيب نيجي بعد كده على الانفستيجيشن. خلص دي. ايه الانفستيجيشنز بتاعتي؟ زي الكانسر سيرفيس اللي مذاكر سمير عند استاذ ايه؟ سامي. هلاقي خلايا اسمها كويلوسايت. حد يقول لي شكلها؟ احنا قلنا وانس عملت مسح هتلاقي خليه اسمها كويلوسايت. حضرتك ايوه قول لنا الكويلوسايت شكلها عامل ازاي؟ ستاند ريجولار نيوكلس وحوالينا فاكيوليتد سيتوبلازم. يبقى هنا تكتب ودي باثوجنو مون. كنا بنعمل منظار، حد فاكره اسمه؟ كولبوسكوبي. اشطب لي اللي عندك ده واكتب لي المكتوب في كتاب الاسم. هتحط اسيتيك اسيد. هو ايه الاسيتيك اسيد اللي احنا كنا بنحطه عشان يبين لي حاجه اسمها اسيتو ايه؟ وايت ايريز. يبقى انا هعمل كولبوسكوب واحط اسيتيك اسيد. هيبان لي ليجن بقى ايه؟ ما كانتش يعني ما فيش صمته. يعني انا عملت سمير ما بنتليش الخليه دي. عايز اتاكد عشان اشوف الليجن بعمل ايه؟ كولبوسكوب. اروح حاطط اسيتيك اسيد الاقي ايه بقى؟ سمول فلات اسيتو وايت اريا. في صوره على النت بصراحه واضحه جدا بتاع الكولبوسكوب ده. لو انت بتحط الكولبوسكوب حقيقي تلاقي حته كده لون بوتشه لونها ابيض موجوده على عنق الرحم. سمول فلات اسيتو وايت اريا ويز فاسكولار بانكتيشن. فاكرين بانكتيشن؟ تلاقي البلاد فيسز منقطه او موزايك ابييرنس اللي هو موزايكيزم. فاهمين موزايكيزم ده كان عامل ازاي؟ انتر كونكتد بلاد فيسز اب نورمال بلاد فيسز يعني مش ده بري كانسرس. يبقى ما تنساش هنا سمول فلات اسيدو وايت اريا ويز فاسكولار بانكتيشن اند موزايك. طب نفترض ما بانش، هاخد بايوبسي. فاكرين ما كنا بناخد ايه؟ انت افتكرهم كده كانسر سيرفيس بالظبط، سمير وبعدين كولبوسكوب وبعدين بايوبسي. عاملين بقى في كتاب اسم حاجه اسمها هايبريدايزيشن. كنت بتاخدوها زمان في البكتيريا اللي هم فاهمينها ولا انت ولا حد فاهمها، بس الهايبريدايزيشن دي عرفني اني اتش بي في يعني تايب 6 ولا 16. يبقى اني بي كده بعمل حاجه اسمها هايبريدايزيشن تو ديتكت التايب اوف اتش بي في يعني اني رقم. ودي بس عليك اسمها اسمها هايبريدايزيشن. يبقى الاسمين حاليا خلايا اسمها كويلو سايد. الكولبوسكوب الاسيتيك اسيد الاقي بوتش لونها ابيض وفلات مش اليفيتد مش صنطه يعني، والاقي معاها فاسكولار بانكتيشن وموزايكيزم بايوبسي، وما تنساش هايبريدايزيشن.
ده. وهنقول التريتمنت ده في الاخر. اتش اس في كلينيكال السيمبتوم بتاعته عامله زي الفيرينيا. العيانه بتيجي فاهم ايه فاهم دي؟ تقول لك يا دكتور جالي زي موضوع انفلونزا بالظبط. فيفر انوريكسيا هيديك ماليز. بلاد صوت اجوني سيفير بين. انا بسالك يعني ايه كلمه اجوني عشان كده اسم سيمبلكس غلط. هي العيانه دي اللي بيحصل لها يورين ريتنشن. ليه البول بيتحبس هنا؟ من البين. احنا عندنا اي بين بيعمل يورين ريتنشن. كان انا جاي لك في الاستقبال تقول لك ايه؟ البول محبوس وانا ركب لها قسطره وانزل الميه دي. طيب ساينز جنرال ابدومينال اند لوكال. جنرال هلاقي انكريس بالس انكريس. قلنا كل درجه حراره بتزود النبض 10 فايرين يعني انفلونزا. ابدومينال ليه هلاقي ابدومينال سويلنج؟ فول بلادر. واحده عندها فول بلادر هلاقي سويلنج ابدومينال سويلنج. لوكال قرح. حد يقدر يقول لي شكلها؟ قرح كانت مالتيبل سمول شالو. اهم حاجه ستيها فيري تندر. احنا قلنا دي اهم حاجه موجوده على الفالف ما تنسيش انها فيري تندر. نيجي للانفستيجيشن. هعمل مزرعه كلتشر. حد يعرف ليه تيشو كلتشر؟ عشان ده فايرال. يبقى انا بعمل انهي نوع من الكلتشر؟ تيشو. اشطب الاسمين تيشو كان. قال لك بقى هتاخد منين الكالتشر دي؟ مكتوبه كتاب الاسم. يعني هاخد العينه مين عشان ازرعها؟ لا اما من الفيزيكال اعمل اسبيريشن اوف سيرم فروم فيزيكال. لا اما اعمل سوابينج للبيز اوف ذا ألسر. دي مش مكتوبه عندك بتكتبوها كلكم. يبقى انا هاخد العينه ازاي؟ العيانه هاخد حاجه من الاثنين. لا اما اعمل اسبيريشن اوف سيرم من الفيزيكال نفسها يعني ادخل بالبيزك كده اشفط الفلويد اللي جواه. لما امشي بقطنه كده عند البيز بتاع الالسر واخد. يبقى سوابينج اوف ذا بيز اوف ذا الالسر اللي هو قالتهم دلوقتي. هعمل بقى في البلاد تيست غريب اسمه انتي اتش اس في انتي بوديز. بكتب الاسم يبقى في تيست هعمله اسمه انتي اتش اس في انتي بوديز. العلاج CDC 2010 يبقى ان هو العلاج CDC 2010 CDC 2010 واكتشفوا علاج الايدز ودي بشره حلوه اهي CDC 2000 وهكتب الاسم عارف علاج الايدز. العالم كله لسه ما وصلوش. لا ممكن اعمل بس هم مش كاتبين CDC 2010 قالوا هنا علاج غريب شويه. اكتب لي بس الدواء ده مش مكتوب عندك اسمه بولو فيلوكس. اسمه ايه؟ بولو فيلوكس. ده دواء كاتبينه ممتاز جدا. في منه جل وفي منه سوليوشن. ها بي او ال او اف اي ال او اكس اسمه بولو فيلوكس. ده في منه سوليوشن في منه جل. العيله بتاخد بالقطنه كده الجل وتروح حطها على الليجن يختفي. يبقى احنا عندنا بولو فيلوكس ده بيتحط على الورتس يخفيه. لا اما اعمل لوكال ديستركتيف ثيرابي يعني ادمر الليجن اعمل ابليشن. فاكرين في كاسر سيرف كلمه ايه؟ ابليشن. استخدمه هنا كرايو يعني انت يوم ما تدمر الليجن بتاع اليوم بابلوما فيروس تستخدم التسقيع اللي بيسموه ايه؟ كرايو. او تدي الادويه اللي مكتوبه عندك بقى اللي هي بودي فيلين ريزن مش ريزل. ها دي مشهور جدا ده موجود حقيقي. مس كده العيال بتجيبه من الصيدليه بتحضر تاخده بقطنه وتروح حطها على الليجن تلاقيها اتدمرت. اسمها بوديفيلين ريزن. طب حامل ما ينفعش. بستخدم تراي كلورو اسيتيك اسيد او باي كلورو اسيتيك اسيد. طب اسم زود الباي كلورو السنه دي. يبقى كان في تراي كلورو وبس ده في عيانه ايه؟ بريجننت. يبقى اذا كانت حامل تاخد اي نوع من المس؟ ترايكلورو اسيتيك اسيد او بايكلورو اسيتيك اسيد. امال اذا كانت مش حامل تاخد بوديفيلين ايه؟ تركيزه بقى مش مهم يعني يقول لك 10 20 في الكحول. انا اهم حاجه عندي الاسم بوديفيلين ريزنج ترايكلورو اسيتيك اسيد بايكلورو اسيتيك ايه؟
العينة دي طول ما هي بتتعالج لازم جوزها يلبس ايه؟ barrier contraception during treatment. ليه؟ عشان ما يعدهاش تاني بقى خلاص. ما اكيد هو اللي جاب لها الباب ده خلاص او تويب ياخد منها. يبقى لازم طول ما انا ماشي في العلاج بتلبس ايه؟ barrier contraception. طب اسم ما كتبش اهم حاجه الفاكسين. احنا خدناه فين؟ لازم ادي الفاكسين بتاع مين؟ اليوم بابلوما ده طبعا تكتبه. يبقى الفاكسين ده بيقلل الانسنس بنسبه 95%. يبقى اوعى تنسى تكتب الفاكسين. يبقى انا عندي بولو فيلوكس ده سوليوشن او جل، لوكال ديستركتيف ثيرابي كرايو او بوديفيلين ريزن او تراي كلورو او باي كلورو، وفي الاخر جزء هيلبس ايه؟ باري. هنا بقى دواء بتاع شقوق انتي فايرال اسمه اسايكلو فيرن، اسمه زوفيراكس. في منه كريم، في منه اورال، في حاجه اسمها نو فايروس على فكره ولا له قيمه. اذا كده اي حد كان عنده الحراره بتظهر دي ممكن يجيب كريم يحط عليه. اذا ما حطش ما كده كده هيختفي على فكره. هي المشكله في السيمتوم اللي هي الاجوني. يبقى اهم تريتمنت از سيمتوماتيك دي انالجيزك. وانت فاكر يعني الفيروس مش هيختفي لوحده؟ والله ما خدت انتي فايرال ولا هيحصل حاجه. يبقى تلاقي الناس دايما اللي عندهم الفيرال انفكشن ما ياخدوش انتي فايروس ولا لها قيمه. بقول لك انا باخده بس ايه نفسيا، بس في الاخر اهم لاين اوف تريتمنت از سيمتوماتيك. الايدز بقى ازاي تعرف اللي قدامك ده عنده ايدز؟ The common symptom is asymptomatic. بيقعد 10 سنين asymptomatic. يعني واحدة قدامك كده عندها ايدز مش باين. يبان ازاي بقى او تشك في الحاجات اللي جايه دي؟ لا مفيش. ايدز ريليتد كومبلكس. ايدز ريليتد كومبلكس ده اللي انا عايزه. حاجات كده تشككك ان العيان عندها ايدز. ايه هي بقى؟ رقم واحد تقول لك يا دكتور انا عندي دايريا اسهال اكتر من شهر مع اني باخد علاج. تدخل حمام اسهال مزمن، عندها جاسترونترايتس ما بتروحش. او فيفر ومش معروف سببها اكتر من شهر، وتلاقي الدكاتره بتوع البطنه يقعدوا يعملوا انفستيجيشن ويدوها انتي بايريتيك ومفيش فايده. يبقى فيفر اكتر من شهر. ويت لوس اكتر من 10% في اقل من شهر. تفقد وزن، ممكن اقول مالجنسي. ايوه بس ده برضه شكك ان يبقى ايدز. يبقى ويت لوس اكتر من 10% في اقل من شهر. جنراليزد ليمفادينوباثي يعني ايه؟ ودي في طالبه من في سنه من السنين اختفت كده كانت بتدرس انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ومره واحده جت بقى بتقول لك الحمد لله. قلت لها في ايه؟ قالت لي والله اصل اللي حصل ان انا كان رحت زيارات بتاعت الكوميونتي بتاعتكم عارفه؟ زيارات وانا رجعت منها بقى لقيت كل الليمف نودز بتاع جسمها كده. ليمف نودز ليمف نودز ليمف. راحت للدكتور قال لها ايدز طبعا. تخيل واحده رايحه جالي منين؟ دكتور اسنان جالك من اي حاجه، المهم ده ايدز. وطبعا الدكاتره بقى في مصر هولوا لها الموضوع ويدوروا على الايدز ما يلاقوش، يدوروا على اي فيروس. في الاخر في دكتور شاطر جدا قال لها بتاع دكتور دم قال له طب ما تعملي حاجه اسمها مونو سبوت تيست مش هتعرفه؟ بتاع الانفكشن مونو نيكريوزس. طلع هو نفسيتها هدت شويه. يعني تخيل واحد يقول لك انت عندك ايدز، يا نهار ايدز خلاص. يبقى طلع في الاخر حاجه هبله. زيارات الكوميونتي انتوا بتروحوها دي. يبقى احنا عندنا جنرالايز ليمفادينوبثي اعرفها ازاي كلينيكال في الجراحه؟ امشي على الليمف نود ليمف نود؟ هل امشي على واحده؟ هي دي ايبيتروكيلار ليمف نود. اذا لقيتها يبقى كل الجسم افكتد. اسمها ايه؟ ايبي تروكليار ليمف نود افكشن. تعرف ان الجسم كله افكت، مش لازم امشي عليهم كلهم. يبقى اذا لقيت دي موجوده يبقى الجسم كله افكت. ريكارنت مونيليزيس، حد يعرف ليه؟ اميونتي ضعيفه. ريكارنت كل ده يشكك بس مش ياكد. يبقى كل ده اسمه ايدز ريليتد ايه؟ كومبلكس. نيجي نعمل انفستيجيشن. في تيست رخيص سيرولوجيكال تيست. هعمل حاجه اسمها اليزا. فاكرين اليزا؟ كان اختصار ايه اليزا ده؟ انزيم لينك اميونوزوربان اسي عشان ديتكت الانتي بودي. هل ده دايجنوستيك؟ لا، انت شفت الانتي بودي مش لازم، يعني ده سكريننج. ما انا عشان تكونفيرم بقى تعمل ايه؟ بي سي ار. ايه البي سي ار ده؟ ده غالي جدا. بوليميريز تشين رياكشن او
ويسترن بلوك تكنيك. تعالى اسمائهم بس. شطب لللاب. يبقى شطب في عندك لاب كده تتشطب. يبقى انا هعمل يا اما اليزا في الاول اذا لقيته بوزيتيف اعمل بي سي ار عشان غالي. بي سي ار ويسترن بلوك تكنيك اتاكد ان في فيروس ان شاء الله يكون واحد. ويكتب لك بقى لو ريسك ولا هاي ريسك ولا ميد ريسك. ان بي كتاب الاسم. فايرال لود تيست. ده تيست بيتعمل اذا كنت انت سسبكت ان العين عندها اكيوت ايدز. يعني ايه عندها الحاله دي دلوقتي انا شاكك في عينه قدامي ممكن اتاكد ان في انتج اسمه فايرال لود تيست ان بي. العلاج كتاب الاسم اكتشفه سي دي سي عام 2010. سمعتوا على الدكتور احمد شفيق؟ شفيق يا رب احمد دكتور احمد ده استاذ كبير جدا على فكره من اشطر واحد بتاع اورام خلاص هو مات وعمل مستشفى شفيق. طلع ان الدكتور ده اخترع دوايين للايدز. كتب شفيق واحد شفيق اثنين فشلوا بس القصه كانوا بيحاولوا. كتاب الاسم بقى عارف العلاج او سي دي سي 2010 رقم واحد بدخلها ميديكال سنتر متخصص سبيشالايز. ده مش علاج يعني ايه هدخلها في مكان محترم ياخد الحالات بتاعه الايدز وامنع الاوبورتونستيك انفكشن. هو ايه الاوبورتونستيك؟ بريفنشن اوف اوبورتونستيك انفكشن. هو ايه الاوبورتونستيك؟ يعني اي انفكشن كومنس اللي يدخل العينه فبيدوها ايه بقى فاكسينات يعني فاكسينيشن عشان ما يجيلهاش نيمونيا هيباتايتس ميسلز. تخيل بقى اقعد اطعمها يبقى حدي فاكسينيشن عشان اي انفكشن لما ده بصراحه بيتعمل. الغريبه بقى اللي بيقولوا ان العلاج موجود بس ما قالوش ايه هو. بيقول لك هنا التريتمنت بقى اليومين دولت بيقول لك لقوه عالي قوي الانتي ريترو فايرال تريتمنت وفاكسينيشن وبيقول لك اليومين دولت خلاص نازل بقى. على فكره اللي عرفوه في جنوب افريقيا دي حقيقه ولسه مش ابروفد. امريكا مش عارف تطلع الابروفال بتاعه. طلع حقيقي علاج الايدز موجود بس لغايه دلوقتي ما جربوهوش على الناس بس بيقولوا خرافي بس هو اندر ترايل لسه. لكن ده اسم قال لك لا موجود والحمد لله نتائج ايه؟ انتي ريتروفايرال تريتمنت وفاكسينيشن جرو خلاص يعني ايه بتزيد اليومين دول والحمد لله اكتشفنا علاج للايدز. ازو ده اتشطب يتشطب ان شاء الله. نعم ميديكال سنتر بحجزها في ميديكال سنتر متخصص واديها فاكسينيشن عشان ما يدخلش اي اوبورتونستيك زي نيمونيا او هيربس او ميسيز. الحاجه اللي بعديها انتي ريتروفايرس تريتمنت اند فاكسينيشن موجود اليومين دول. طبعا الكلام ده شغل. النهارده ان شاء الله هناخد صور اللي هي بتاعت الاوبستيك اللي قلنا عليها هنكملها ونبتدي الجاي. اخر حصه صور هتبقى بكره الساعه 12 بدون وقت. النهارده الدور بقى هقول لكم بكره الصبح هيبقى فيه اللي هي الساعة 7 احنا قلنا اخر حصة بالنسبة لنا هفهمك ازاي هتذاكر. لا يوم الخميس هفهمك ازاي هتذاكر هتقعد تعمل ايه الايام الجاية ايه الحاجات اللي هديها لك الامسكيوهات ايه هتحل ازاي كل حاجة هفهمها لك. حاليا بس احنا خلصنا الانفكشن بكرة هيبقى